لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. تداول مواقع التواصل الاجتماعي خبر يفيد بوفاة الفنان الشهير قاسم المالك، وحقيقة تشيع جنازة المهيبة التي صدمت الشارع العراقي بأكمله. أحزن وصدم جميع الشارع العراقي بأكمله الفنان الشهير صاحب الجميع، والكل طلب الدعوات إلى الفنان الشهير قاسم المالك. أحزن وصدم الملايين عليه، وطلبوا جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن تكون الأخبار غير حقيقية. الفنان الشهير محبوب الملايين صدم الجميع وأبكى الملايين عليه، وطلبوا كل رواد المواقع التواصل الاجتماعي أن يحفظ الفنان الشهير قاسم المالك صاحب الشعبية الكبيرة وحب جمهوره. الفنان الشهير محبوب الملايين صاحب البسمة على الشارع العراقي بأكمله كسرت الأخبار عليه في الآونة الأخيرة. الفنان الشهير قاسم المالك صاحب الشعبية الكبيرة وسطر حالة من الحزن الشديد على الجميع خبر الوفاة وتشيع الجنازة، وأسطى حزن كبير على الملايين والكثير طلع وقال الأخبار المتداولة غير صحيحة. وهذا الفنان يتمتع بصحة جيدة وأسطى عائلته الكريمة. الفنان قاسم المالك صاحب البسمة الكبيرة على جميع الشارع العراقي والعربي صدم الجميع بهذه الأخبار، وطلب ملايين الشارع العراقي الدعوات إلى الفنان الشهير قاسم المالك صاحب الجميع أن يوفقه الله وأن يعافيه من جميع الأمراض. واهتزت مواقع التواصل الاجتماعي بالدعوات إلى الفنان الشهير محبوب الملايين الفنان الشهير قاسم المالك. يا رب اشفيه وعافيه من جميع الأمراض، وهذه الأخبار المتداولة نطلب أن تكون غير صحيحة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس.